هذا التجمع والازدحام ليس لسوق شعبي أو شارع تجاري، بل تجمع لتوديع حجاج بيت الله الحرام الذين يغادرون أفواجا من حضرموت إلى الأراضي المقدسة. ففي هذا المكان ومنذ القدم اعتاد أهالي وادي حضرموت أن يخرجوا بكافة أسرهم لتوديع الحجاج في مشهد يعكس مدى الألفة والروحانية المخيمتين على مناطق الوادي. نحن هنا في حضرموت الحمد لله نقوم بتوديع أهلنا في كل سنة، وهي عادات وتقاليد نودع الحجاج أهلنا، ذلك في الذهاب وفي المرجع، وهي عادات وتقاليد أهل حضرموت الحمد لله. تجمع تختلط فيه المشاعر الإنسانية بالروحانية، فهذا أب يودع نساء بيته ويوصيهن خيرا، وهؤلاء أطفال يودعون بطريقتهم البريئة أقارب لهم، فتمتزج المشاعر في لحظة الوداع فتحمل معها فرحة الحج وزيارة المشاعر المقدسة التي تهفو القلوب إليها من كل بقاع الأرض. إن شاء الله الآن متجهين إلى الأراضي المقدسة، ومعنا حجاجنا المقدرة بحوالي 300 حاج. وكما يكون التوديع بهذا الزخم والمشاعر الحاضرة وبقوة كإحدى العادات والتقاليد المتوارثة جيلا بعد آخر في حضرموت، سيكون الأمر مشابها عند عودة الحجاج واستقبالهم من رحلتهم بما يليق بمكانتهم بعد إتمام الزيارة. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، مدينة سيئون.